السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. كان 2023 الكوت ديفوار مازال كيفاجئنا بأحداث اللي كل مرة كيجينا حدث كينسينا على الحدث اللي قبل منه. فمثلا الجزائر اللي تقسات، كذلك تونس، بزاف ديال المنتخبات اللي ما كناش متوقعين أنهم يتقساو في كان 2023 الكوت ديفوار. هذا الكان اللي فريد من نوع ديالو، بزاف ديال الأشياء اللي متغيرة على الكانات اللي دازوا أخرين، بحيث أن المنتخب الجزائري كينهزم أمام موريتانيا في الدقائق الأخيرة باش أنه يتأهل. كان عنده أمر بسيط أنه يربح موريتانيا، ولكن كتفاجئوا موريتانيا. حتى لهنا كل شيء مزيان، فقط أحداث ربما الإقصاء، ولكن لدرجة أن المنتخب المغربي كيتوقف المدرب ديالو. وردنا هذا الخبر من صحيفة بي إن سبورت الإخبارية على أن وليد الركراكي تم الإيقاف ديالو. 4 مقابلات واثنان مقابلات من المقابلات تم وقف تنفيذها، إلى درجة أنه كذلك غرامة مالية ترفضت عليه باش أنه يؤديها. وهذا الحدث وقع إثر المنتخب المغربي اللي لعب واحد المقابلة ضد الكونغو الديمقراطية يوم الأحد باش أنهم ربحوا، باش أنهم تعادلوا في هذا الماتش، ولدرجة أن المنتخب المغربي هو المنتخب الكونغولي. وقع واحد الشجار ما بين اللاعب المنتخب الكونغولي وكذلك المنتخب المغربي، واللاعب كذلك لاعب من الكونغو الديمقراطية، باش أنه وقع شجار كذلك مع وليد الركراكي. فوليد الركراكي ربما اتهموا هذا اللاعب باش أنه قال فيه بعض الألفاظ اللي سأت هذا اللاعب، وربما هذا اللاعب الرأي دياله حول هذه الألفاظ أنها سأت، وقال لأن الله هو اللي غياخذ الحق في ندوة صحفية. واشنو الرأي ديالكم نتوما؟ واش وليد الركراكي قدر أنه يتلفظ بهذ الألفاظ، ولا غير فقط اللاعب تخيل ليه على أنه سبوه هو، ولا وقع شي شجار بينهم؟ إلا كنتي أول مرة تشوف فيديوهات ديالي، اشترك معايا باش نوصلك فيديوهات جديدة، وما تنساش أنك تعطينا الرأي ديالك. واش هذا الحدث يقدر ربما يأثر على المنتخب المغربي وأثر على المسيرة ديالو اللي كانت مسيرة غادة مزيان، ويقدر أن هذا الشيء وقف لمسيرة ديال المنتخب المغربي؟ فأعطينا الرأي ديالك في التعليق. وإن شاء الله والإخوان إلا بغيتي نوصلك مواضيع جديدة دير لايك وتابونا. في انتظار بعد المسجل تقدر نلوح لكم في القناة على هذه القضية.